مسؤوله الأول خير دين زتشي والذي حمل رسالة مباشرة بضرورة تصحيح الأخطاء سريعا. محمد نجيب هنان والتفاصيل. في وقت لا زال الناخب الوطني رابح ماجر يصر على تزيين الأوضاع بكلمته المعتادة كل شيء بخير، الأوضاع جيدة، الأجواء أخوية في غرف تغيير ملابس الخضر. ها هو الرجل الأول في الفاف خير الدين زتشي يخرج لتبديد كل ما جاء به مدربه. اعتراف ضمني من زتشي بأن الأخطاء موجودة لا مجال للنكران ليخلط كل ما ردده المدرب الوطني. عندهم كل الثقة تاع الاتحادية، ولكن يعني أنا أظن بأن الطاقم عنده كل الكفاءة باش يعاود يراجع الغلطات اللي كانوا، والفريق نتاعنا راهو يتبنى. زتشي الذي وإن كان قد اعترف بكفاءة ماجر اعترف كذلك بأنه قادر على تصحيح أخطائه التي لم يعترف بوجودها أصلا المعني بالأمر. تضارب في تصريحات يضعنا أمام واجب التساؤل حول ماهية ونوعية هذه الأخطاء التي يعنيها الرئيس، خاصة وأن ماجر نفى كل الانتقادات التي طالته صغيرة كانت أو كبيرة. زتشي بتصريحه أنه ماجر عنده الكفاءات ما نوافقوش، وأغلب الاختصاصيين ما يوافقوش، تحس باللي هو راه معترف باللي ماجر ارتكب أخطاء، طريقة التدريب، طريقة اللعب، مشاكل داخل المجموعة، المشاكل داخل الفيستيار. ماجر اللي كما نعرفه شخصيته أنه إنسان ما يحبش لي كريتيك، ما يحبش انتقادات، دايمًا تو فابيان. زتشي وإن لم يذكر بالتحديد مقصده من الأخطاء التي ذكرها، إلا أن واقع الحال يؤكد بأنها إشارة واضحة للإنفلات الجاري داخل بيت الخضر بسبب ضعف ماجر في التحكم بمحاربيها. تصريحات بغض النظر عن فحواها الحقيقي، ولكنها إن دلت على شيء فإنما تدل على أن صاحب الكعب الذهبي لازال يبيع وهما لا يمت بصلة للأحداث الواقعة في المنتخب الوطني.